أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. ما زلنا نطوف مع كتاب أخلاق العلماء للإمام الآجري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، المتوفى سنة 360 للهجرة المباركة على صاحبها الصلاة والسلام. وقد شرع الشيخ في آخر ما قرأنا عن سؤال الله تعالى للعلماء، ثم انتهى كلامه وشرع في فصل جديد، قال: باب ذكر سؤال الله تعالى لأهل العلم عن علمهم ماذا عملوا فيه. وبالإسناد المتصل الإمام قال: أخبرنا أبو بكر، أنبأنا أبو سعيد المفضل ابن محمد اليماني في المسجد الحرام، قال: أنبأنا صامت بن معاذ، أنبأنا عبد الحميد عن سفيان الثوري عن صفوان بن سليم عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. مفهوم الحديث. وبالإسناد قال: أخبرنا أبو بكر، أنبأنا جعفر بن محمد الفريابي، أنبأنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال: أنبأنا الأسود بن عامر عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وذكر باقي الحديث. وبالإسناد المتصل الإمام قال: أخبرنا أبو بكر، أنبأنا الفريابي، أنبأنا محمد بن بكار العيشي، أنبأنا أبو محصن حسين بن نمير عن حسين بن قيس عن عطاء عن ابن عمر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصال: عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبت وفيما أنفقت، وما عملت فيما علمت، وما عملت فيما علمت. طبعا كل حاجة بدولك باثنين، عشان كده ادينا الخمس. طبعا الشباب وما يضيع من أعمارهم، نسأل الله لنا ولهم الهداية والسلام. وبالإسناد قال: أخبرنا أبو بكر، أنبأنا الفريابي، أنبأنا قتيبة بن سعيد وشيبان بن فروخ قال: أنبأنا أبو عوانة، أنبأنا هلال بن أبي حميد، وقال قتيبة عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم قال: سمعت ابن مسعود يقول: في هذا المسجد، يعني يقسم بالله، يعني مسجد الكوفة، بدأ باليمين قبل أن يحدثنا فقال: والله ما منكم من أحد إلا وإن ربه سيخلو به، سبحانك يا كريم، كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، أنت وربك. ثم يقول: يا ابن آدم، ما غرك بي ثلاث مرار؟ ماذا أجبت المرسلين؟ كيف عملت فيما علمت؟ طبعا هنا كل من تعلم حكم شرعي الله عز وجل سيسأله عن العلم. لكن احنا معانا هنا حاجتين: الحاجة الأولانية ان كلنا يوم القيامة نقف بين يدي الله ويسألنا كل واحد بحاله كده، ولا في بيننا ترجمان، ونفهم عن الله ونجيب ونسأل الله الستر والسلام، إلا إن العلماء يزيد عليهم السؤال بالعلم: ماذا عملت فيه؟ يا رب استرنا يا رب.
وبالإسناد قال أخبرنا أبو بكر أنبأنا يحيى بن محمد صاعد، أنبأنا الحسين بن الحسن المروزي أنبأنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال قد علمت، فماذا عملت فيما علمت؟ يا رب سترك. وبالإسناد قال أخبرنا أبو بكر أنبأنا أبو بكر بن أبي داود، أخبرنا بندار محمد بن بشار، أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد قال: قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لا تكون عالما حتى تكون بالعلم عاملا. ما تبقاش عالم إلا لما تعمل باللي انت تعلمته. ومن عمل بما علم أورثه الله تعالى علم ما لم يعمل، ما لم يعلم أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم. يبقى علمك قليل تعمل بيه، ربنا بيرزقك فهوم وحاجات وفتوح انت ما كنتش تعلمتها قبل كده. دي بركة العمل، دي بركة العمل. وبالإسناد قال أخبرنا أبو بكر أنبأنا جعفر بن محمد الصندلي، أنبأنا حسن الزعفراني، حسن الزعفراني أخبرنا محمد بن يزيد بن خنيس، أنبأنا عمر بن قيس، حدثني عطاء قال: كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين فيسألها وتحدثه، فجاءها يوم سألها فقالت: يا بني هل عملت بما سمعت؟ ستنا عائشة رضي الله عنها فقال: لا والله يا أمه، يا أمه يعني يا أمي، نساء النبي أمهاتنا. قالت: يا بني ففيما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ كل علم تتعلم ما تعملش بيه مصيبة وحجة عليك بين يدي الله. وبالإسناد قال أخبرنا أبو بكر، يا رب ستر. وبالإسناد قال أخبرنا أبو بكر أنبأنا عبد الله بن محمد عبد الحميد الواسطي، أنبأنا زهير بن محمد، أنبأنا عبيد الله بن موسى عن جعفر بن برقان عن ميمونة بن مهران أن أبا الدرداء قال: ويل للذي لا يعلم مرة، وويل للذي يعلم ولا يعمل 7 مرات. يا رب سترك علينا وارزقنا العلم والعمل وارزقنا الإخلاص قبلكم. وبالإسناد قال محمد بن الحسن: من تدبر هذا أشفق من علمه أن يكون عليه. لما يكون الجاهل هيعدي والعالم يقف ويتسئل 1 و2 و7، من تدبر هذا وأنه لن تزول قدمه بين يدي الله إلا بعد أن يسأل عن علمه عمل فيه إيه. من تدبر هذا أشفق من علمه أن يكون عليه، يعني حج عليه لا له، فإذا أشفق مقت نفسه، يعني نجب نفسه، وبان بأخلاقه الشريفة التي تقدم ذكرنا لها. والله الموفق والمستعان، والله الموفق لنا ولكم إلى الرشاد من القول والعمل. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى باب آخر: أخلاق العالم الجاهل المتفنن بعلمه. كيف عالم جاهل تصدر ولا يعلم شيئا فارتدى زي العلماء وهو لا يعلم عن العلم شيئا؟ ربنا يسترنا. وبالإسناد قال: قال محمد بن الحسين: قد تقدمت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن صحابته رضي الله عنه وعن أئمة المسلمين رحمهم الله تعالى بصفة علماء في الظاهر لم ينفعهم الله بالعلم، فمن طلبه للفخر والرياء والجدال والمراء وتأكل به الأغنياء وجالس به الملوك وأبناء الملوك لينال به الدنيا فهو ينسب نفسه إلى أنه من العلماء،
وأخلاقه أخلاق أهل الجهل والجفاء، فتنة لكل مفتون، نسأل الله السلامة. لسانه لسان العلماء، وعمله عمل السفهاء. فإن قال قائل: فاذكر الأخبار في ذلك لنحذر منه، لنحذر ما حذرتنا، قيل نعم إن شاء الله تعالى، أسرد كما سرد قبل ذلك. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بالإسناد قال: أخبرنا أبو بكر، أنبأنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز، أنبأنا أبو الحسن رجاء بن محمد، أنبأنا محمد بن عباد الهنائي، أنبأنا علي بن المبارك عن أيوب السختياني، عن خالد بن دريك، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. يتبوأ يعني يتخذ، يعني يعمل حسابه أنه هو يحجز له مقعدا في النار، والعياذ بالله. وقيل الحديث دوك أنه هو إيه، يعني يتهيأ لهذا، يتهيأ لهذا. وبالإسناد قال: أخبرنا أبو بكر، أنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح، أنبأنا الحسن بن علي الحلواني، أنبأنا سعيد بن أبي مريم، أنبأنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتعلم العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتجتروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. طيب، لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء معروف، ولا لتماروا به السفهاء، إن المماراة إنه يضعف الخصم، يعني يتباهى بعلمه عليه، ولا لتجتروا به المجالس، يعني إنكم لما تروحوا إلى المجالس تتصدروا، فيبقى أنت طالب العلم للشهرة والناس تقول لك تفضل يا مولانا، والعياذ بالله. فمن فعل ذلك فالنار النار، والعياذ بالله. وبالإسناد قال: أخبرنا أبو بكر، أنبأنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي، أنبأنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، أنبأنا أحمد بن خالد، أنبأنا إسحاق ابن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله، حدثني ابن كعب ابن مالك عن أبيه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء، يجاري هنا معناها ليظهر عليهم، يعني يتحدى العالم والعياذ بالله، ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، والعياذ بالله. ولذلك العلماء يقولوا: اجعل علمك مدارسة، اجعل علمك مدارسة. وبالإسناد قال: أخبرنا أبو بكر، أنبأنا أبو جعفر أحمد بن محمد البرذعي في المسجد الحرام، أنبأنا يونس بن عبد الأعلى، أنبأنا عبد الله بن وهب، أخبرني يحيى بن سلام عن عثمان بن مقسم عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. لما؟ لأن معصيته بعد علم، نسأل الله السلام. وبالإسناد قال: أخبرنا أبو بكر، أنبأنا أبو بكر بن أبي داود، أنبأنا أيوب ابن محمد الوزان، أنبأنا غسان يعني ابن عبيد عن عثمان البري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. وبالإسناد قال:
أخبرنا أبو بكر أنبأنا يحيى بن يحيى الحلواني، أنبأنا عبد الله بن الصادق، أنبأنا يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكون في آخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق والعياذ بالله. وبالإسناد قال: أخبرنا أبو بكر أنبأنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، أنبأنا محمد بن الحسن البلخي، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا سفيان الثوري قال: يقال تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل، لأنه مضل، من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر والعياذ بالله، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون، ياخدك يعلمك تبقى قليل الأدب باكتساب هذا منه. سيدنا علي يقول: قصم ظهر اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك، ماسك السبعة عامل فيها شيخ وهو جاهل مش فاهم حاجة، ويفتي الناس بغير علم، وعالم متهتك بيبقى عالم وتلاقيه بيعمل محرمات. سلم يا رب سلم. وبالإسناد قال: أخبرنا أبو بكر أنبأنا الفريابي، أنبأنا هشام بن عمار، أنبأنا صدقة بن خالد، صدقة بن خالد، أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن جابر قال: سمعت مكحول، مكحول الواد دمشقي، يقول: إنه لا يأتي على الناس ما يوعدون حتى يكون عالمهم فيهم أنتن من جيفة حمار، أنتن من ريحة حمار ميت والعياذ بالله. يعني إذا الله عز وجل توعد هؤلاء بعذاب لا يأتي ماذا إلا إذا كان هذا العبد والعياذ بالله أنتن من جيفة الحمار الميت، يعني عند الله. وبالإسناد قال: أخبرنا أبو بكر أنبأنا الفريابي، أنبأنا العباس بن الوليد بن مزيد، حدثني أبي قال: سمعت الأوزاعية يقول: كان يقال ويل للمتفقهين لغير العبادة، ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات. ويل للمتفقهين لغير العبادة يعني بيروح يطلب الفقه ولا يتعبد به، مفهوم. والمستحلين الحرمات بالشبهات، الحرام ممكن يكون فيه شبهة، العالم العابد تمام يترك الشبهة، لأن الشبهة لا تخلو عن شبهة حرام حتى وإن كانت حلال، لا تخلو عن شبهة حرام، وقد تكون هي حلال لكن لا، وقد تكون هي حرام لكنها لا تخلو من شبهة حرام. هو إيه الشبهة والفتنة؟ إن الموضوع أنا مش عارف أفصل فيه، هو ده حلال صرف ولا حرام صرف؟ الورع والرجل المتدين والست المتدينة تسيب اللي فيه شبهة إلى ما ليس فيه شبهة، التاني بقى يروح مستحل وهو حرام أصلا فيه شبهة، أصلا فيها قولين على مذهب من أجاز ويجوز على مذهب العجوز ومشي والكلام ده. وطبعا جهنم، ونسأل الله العافية. وبالإسناد قال: أخبرنا أبو بكر أنبأنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، أنبأنا الحسين بن الحسن المروزي، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا بكار عن عبد الله قال: سمعت وهب بن منبه يقول: قال الله عز وجل فيما يتعاتب به أحبار بني إسرائيل: تفقهون لغير الدين وتعلمون لغير العمل وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة، تلبسون جلود الضأن الرقيق، قلوبهم رقيقة، وتخفون أنفس الذئاب بين جنوبكم، وتنفثون القذى من شرابكم، شرابكم يعني الشرب، وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام والعياذ بالله، وتثقلون الدين على الناس أمثال الجبال، تطيلون الصلاة وتبيضون الثياب،
وتنتقصون مال اليتيم والأرملة، فبعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكيم، والعياذ بالله يا رب. ومن يفعل هذا في المساجد عندنا تشبه ببني إسرائيل والعياذ بالله. وبالإسناد قال: أخبرنا أبو بكر، أنبأنا جعفر بن محمد الصندلي، أنبأنا الفضل بن زياد قال: سمعت الفضيلة يقول: إنما هما عالمان، عالم دنيا وعالم آخرة. فعالم الدنيا علمه منشور، يعني يظهر للناس ويعظمه الناس، وعالم الآخرة علمه مستور. فاتبعوا عالم الآخرة. عالم الآخرة لا يظهر علمه للعامة، يعني هو عالم عند، ولازم يكون عالم لكنه متخفي، بس مش واحد عارف له كلمتين ومستخبي لا، ده المعنى هنا أنه بيهرب من الشهرة، بيهرب من الكاميرات يعني. واحذروا عالم الدنيا، فاتبعوا عالم الآخرة، واحذروا عالم الدنيا، لا يصدنكم بشكره. ثم تلا هذه الآية: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. طبعا الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. ثم قال: لكثير من علمائكم زيه أشبه بزي كسرى وقيصر منه بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، ولكن رفع له علم فشمر إليه. وقال الفضيل: العلماء كثير والحكماء قليل، وإنما يراد من العلم الحكمة، فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم قال: قال محمد بن الحسين، قول الفضيل والله أعلم: الفقهاء كثير والحكماء قليل، يعني قليل من العلماء من صان علمه عن الدنيا وطلب به الآخرة، والكثير من العلماء قد افتتن بعلمه، والحكماء قليل، كأنه يقول: ما أعز من طلب بعلمه الآخرة. ثم تابع الشيخ رضي الله تعالى عنه باقي الأدلة التي تدل على ما ذهب إليه في أول الكلام. نتوقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا ودواما. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا، واجعل ما نقول وما نعمل وما نتعلم وما نلفظ به حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة.